أن هذه الأزمات تامة في ظروف بالغة التعقيد. بلدنا والعالم أجمع بيعيش ظروف هذه الكارثة اللعينة الكورونا. كانوا نحن ما عندنا مشاكل كفاية يجي علينا هذا الوباء اللعين، لكن بكل تأكيد مع شعوب العالم الأخرى سوف نهزمه وسوف نعبر. نحن بلد غني بالموارد، لو أحسنت إدارتها نستطيع أن نرفد العالم وشعبنا بكل ما هو خير وجميل. نحن في السودان نعيش أزمة اقتصادية خانقة تحتاج منا لوحدة الصف وتضافر الجهود ونبذ الجهوية والعنصرية، ونغف الآن بعد عدد من الاجتماعات المكثفة توصلنا لتشكيل اللجنة الاقتصادية العليا من المكونات الثلاثة، والتي من أهم واجباتها العمل على حل القضايا المعيشية الخانقة بتوفير السلع الضرورية وإنقاذ الموسم الزراعي والنهوض بالاقتصاد السوداني. وعشان نعمل الكلام ده كله، وقبل ما نرجع للآخرين من الأشقاء والأصدقاء، نسأل نفسنا نحن كسودانيين عملنا شنو للبلد؟ ربنا حبانا بموارد طبيعية كثيرة، لازم نتحمل مسؤوليتنا ونعمل مع بعض بإخلاص وتجرد لتجاوز الأزمة والنهضة ببلدنا. ويا أخواننا ده نفير، الشيء اللي احنا قمنا فوقه ده نفير وفزع، وما دايرين زول يدس لنا المحافير عشان ما نفتش برانا. ورسالتنا لتجار العملة والذهب ومهربي السلع الأساسية أن يحسوا بروح المسؤولية الوطنية، وبرضو الداعم الأساسي لنا هم رجال الأعمال الوطنيين والخيرين، ونناشد الشعب السوداني بالتكاتف حتى نخرج لبر الأمان، وإن شاء الله نطمن الشعب السوداني في القريب العاجل نتجاوز هذه المحنة في أكثر قوة ومنعة لسودان الحبيب.